الله يقطع اللي نفعته ما تذب الريع، لا هي تشبع الجايع ولا تروي الضام، والله يقطع اللي يحسب المرجله تلميع ما يقدر يطيب الا مع الظول الاعلامي، والله يقطع اللي لارتكينا عليه ميع لشدوا به المحزم غدر اخوه وهلامي، والله يقطع اللي يشتري بالرداوي ويبيع لو انه ولد من قاده الفتح الاسلامي.